السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى أولى الحلقات الخاصة بال يعني المستوى المتوسط بالنسبة لكيو جي اس. كنا طبعا عملنا قبل كده مجموعة فيديوهات خاصة بالمستوى الأساسي 5 ساعات 14 فيديو. لو أنت أول مرة تتعامل مع الكيو جي اس طبعا أنصحك إن أنت ترجع تشوف الفيديوهات دي من البداية، مقسمة بشكل بسيط يعني، وموضوع موضوع كده تاخدها واحدة واحدة لحد ما إيه ما توصل للمستوى المتوسط اللي احنا فيه حاليا. طيب موضوع النهارده حاجه اسمها جوين تيبل. انا دلوقتي عندي المشروع بتاعي اللي هو اللي احنا شايفينه ده كده، البروجكت بتاعي، وفي حد بعت لي شيت اكسل، هو جاست بس ان هو يعني في ديتا. الديتا دي انا محتاج ان انا اضيفها على المشروع بتاعي، يعني انا بربطها بالمشروع بتاعي مش اكتر. طيب خلينا واحده واحده كده، هسيب بس المشروع ده. اول حاجه طبعا اللي بعت لك الفايل دوت، طبعا انت لازم تتاكد هو نوعه ايه، بمعنى انه ببص على الاكستنشن هو سي اس في تكست ولا اكسل ولا نوع ايه بالظبط، لان ده بيفرق وانت بتدخل الداتا. طيب خلينا نفتحه كده مع بعض. طبعا ده كوما سيبريتد، فلو فتحناه مثلا بالنوت باد هنلاقي اهو ده كوما سيبريتد، دي ال يعني دي كل حاجه من دول فهي كولوم يعني. فمحتاجين ندخل الاول الشيت دوت على البرنامج. فنعمل ايه، نروح على لير وبعدين اد لاير، وبعدين تروح على اد ديليميتد تكست. ليه؟ لان هو ديليميتد، يعني طبعا الحركه دي احنا عملنا اي حاجه بنضيفها من اد لاير ماشي. وممكن برضو تروح هنا كده على الاوبن داتا سورس وتختار ديليميتد تكست. احنا اتاكدنا طبعا ان هو ديليميتد. النقطه دي تحديدا احنا مش موضوعنا ان احنا ازاي ان احنا ندخل التيبلر داتا، فانا هسيب لكم فيديو تحت ده فيه شرح مفصل عن ازاي انك تدخل كل انواع التيبلر داتا اللي ممكن تتخيلها. فاحنا بالنسبه لنا سي اس في، فديليميت التكست هندوس المكان بتاعه، هنختار المكان بتاعه، المكان بتاعه اللي هو ده، وبعدين نقول له اوكي. لو عايز تسمي اللاير باي اسم طيارها من هنا، ومش تعمل اي حاجه هنا تاني، تتاكد بس ان الكولومز كل حاجه نازله مظبوطه في مكانها. طيب في نقطه انه في فرصه ان الشيت ده ينزل في مكانه، بس في حاله واحده، ان هو اللي بعت لك الشيت او اللي بعت لك ايا كان بقى سي اس في في الحاله بتاعتنا مثلا، ان يكون في اكس واي او لات ولونج. لو في لات ولونج فبتقول له بوينت كوردينتس، وبعدين تقول له الفيلد اللي فيه الاكس والفيلد اللي فيه الواي. طبعا احنا في الحاله بتاعتنا مفيش اي داتا للجيومتري، فانا هقول له نو جيومتري وبعدين اقول له اد. تمام، وانس ان انا قلت له اد بينزله لي اهو بالاسم اللي انا اخترته. طبعا لو قفلنا ده كده ده ملوش اي معنى خالص لحد دلوقتي، هو البرنامج مش فاهمه غير ان هو فايل كده في مجموعه بيانات. انا بس الوحيد اللي انا عارف ان الـ ان الـ ان الفايل ده مفيد بالنسبه للبروجكت بتاعي. طيب هنا بقى نقطه انك ازاي تربط ما بين الاثنين دول. اول حاجه بتعملها انك تفتح الاثنين اتريبيوتس بتاعه الايه بتاعه ده وده. طيب خلينا كده نقول انه ده البروجكت الاساسي اللي هو بتاعنا، يعني كده نجيب ده كده اللي هو ده صح كده. بتدور على كولوم، بتدور على كولوم مشابه في الناحيتين، اتنين اخوات هنا وهنا. فلما تيجي تبص هنا كده هنلاقي في حاجه اسمها جي او اي دي، وفي حاجه اسمها جي او اي دي 2. ده اللي هو الشيب بتاعنا اللي هو اللي احنا لسه مدخلينه، وده اللي هو الايه اللي هو المشروع بتاعنا. طبعا انت ممكن تقول ايه، لا ده الرقم دوت مش زي الرقم ده، فانت طبعا مالكش دعوه بالترتيب، يعني مالكش دعوه بالترتيب اللي احنا شايفينه ده، هو مرتب ترتيب يعني بيدخله جوه البرنامج لكن مش الترتيب بتاعنا. احنا الفكره كلها ان هو بيماتش، بيحاول يماتش ما بين الاثنين. هيشوف الرقم ده، ده طبعا الفايل الاساسي، بيشوف الرقم ده مثلا موجود فين هنا، ويقوم رايح واخد كل بقى كل الروز اللي موجوده قدام، كل الداتا بتاعته اللي موجوده قدام. تمام، فاحنا دلوقتي عايزين بس نبص على اخر كولوم موجود اللي هو ده. تمام، يبقى احنا المفروض دلوقتي هيبدا ان هو يضيف لنا الجدول ده كله بماتشنج مع الايه الكولوم دوت. طيب فين هنا ماشي. طيب هنقفل بقى الاثنين دول. ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق حاجه اسمها جوين. جوين اللي هو ربط. فبتروح على بروسيسنج تول بوكس، توصل هنا كده بقى على البروسيسنج تول بوكس، تكتب هنا جوين، هتنزل تلاقي فيه فيكتور. احنا طبعا فيكتور لان دوت شيب فايل، فتنزل تحت كده هتلاقي فيه في حاجات كتير قوي. احنا طبعا هنتعامل بالفيلد فاليو، فبنختار فيلد فاليو، تختار اللي هي اللاير اللي انت عايزها اللي هي هتفضل معاك اللي هي مكمله اللي هو بتاعه المشروع بتاعك، اسف
اللي هي اول واحده دي اللي هي الشيب فايل، وبتشوف ايه الفيلد اللي انت هتربط منه اللي هو موجود هنا. طبعا دي كل الكولومز اللي كانت موجوده جوه الايه الاتريبيوت تيبل، فاللي هو الجي اي دي. طيب فين اللاير التانية اللي هي طبعا اللاير بتاعتنا اللي احنا لسه مدخلينها اللي هو السي اس في فايل. طيب الكولوم اللي جواها المشابه للجي اي دي ايه؟ جي اي دي 2. طيب ما تعملش حاجة تاني لو انت عايز تسيف. انا طبعا انا هسيبه تمبرري فايل، ممكن نسيبه بعد كده نعمله اكسبورت براحتنا، يعني نتأكد ان كل حاجة تمام. لكن لو عايز انت تسيف ممكن تقول له سيف تو فايل وتسيبها كشيف فايل يعني. طيب انا هقول له رن. طيب هو قال لك ان في 8057 فيتشرز دول ايه قدر ان هو ايه يعمل لهم ماتش، ماشي. فخلينا نقفل كده نشوف هو عمل ايه. طيب لو قفلنا ده كده وفتحنا ده اللي هو ده، عمل شيف فايل طبعا جديد، او هو لحد دلوقتي تمبروري يعني، بس هو فيكتوري. فلو جينا فتحناه الاتريبيوت تيبل، احنا طبعا فاكرين ايه اخر حاجه احنا كنا كانت موجوده عندنا يعني في الشيف فايل القديم. لو جينا بصينا كده ده كان اخر، ده كان اخر كولوم اللي هو ده، صح كده. وهو ضاف لنا اهو كل الكولومز اللي كانت موجوده فين في الشيت اللي احنا دخلناه. عايز تتاكد اكتر تعالى كده، تعالى هنا اخر حاجه، ده الكولوم اللي احنا ربطنا منه صح اللي هو ده. طيب دي كام؟ دي 0 60 مش عارف ايه، تعالى بس نجيبها كده 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 اهو، اخوات اهو، من الاتنين اخوات اهو، ده مع ده، يبقى هو عمل زي ما احنا قلنا بالظبط. وهتلاقي دوت عمله على 8057. والله بقى انت ممكن تعمل التعديلات بتاعتك. احنا كده خلصنا طبعا الحلقة، موضوعنا خلص، موضوعنا بسيط يعني. ممكن تعمل ببساطة شديدة لو انت عاوز تعدل اي حاجة في التيبل، في حاجة مثلا زيادة، هتفتح التوجل ايديتنج وبعدين تبدأ ان انت اشوف ايه الفيلد اللي انت مش عاوزه. انا ده مثلا متكرر مرتين، ممكن امسحه وبعدين ممكن اسيف، اقول له سيف واقفل كده. لو انت بقى عاوز تسيف للمشروع بتاعك قول له اكسبورت وبعدين سيف فيتشر از، وشوف انت عاوز تعمله ايه، شيف فايل ولا مثلا جيو باكج ايا كان، وتسيفه في المكان بتاعك، وطبعا نفس البروجيكشن بتاع البروجيكت بتاعك، وبعدين تقول له اوكي. كده دي كانت اول حلقة في المستوى المتوسط. ان شاء الله يبقى في حلقات جاية خاصة بالمستوى ده لحد ما نخلصه ان شاء الله وندخل على المستوى المتقدم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.